حاجه طبعا انا بشكر ربنا على النتيجه دي، حاجه من فضل من ربنا علينا الماتش بتاع النهارده. وتاني حاجه لازم اشكر الجهاز اللي قبليه، كابتن تامر وجهازه الفني، عملوا اللي عليهم الفتره اللي فاتت. احنا والله كنا الفتره اللي فاتت انت عارف في مرنا بشويه صعوبات، دايما الكوره ما كانتش محلفانه، لعبنا ماتشات كتير صعبه وماتشات كتير كنا الاقرب للفوز بس كانت بتكلل دايما بالتعادل. طبعا تغيير مدرب جديد، كابتن طلعت مدرب محترم وجهاز محترم، فحاولنا نقدر نعمل اللي علينا عشان يعني نعوض شويه من اللي فات حصل لنا الفتره اللي فاتت. فربنا طبعا يعني ربنا كبير زي ما بيقولوا يعني، واكرمنا النهارده بالحمد لله بثلاثه بونت. وبقول لك ان شاء الله الفتره الجايه هيبقى يعني فريق في تحسن ان شاء الله. يعني طلعت نفسه بيقول لي انه اول شيء طالبكم بيه هي الروح، لازم تكون الروح موجوده لان دي اهم من اي شيء، خاصه انه مده تولي القياده الفنيه مده قليله. النهارده الروح بانت في الملعب واكيد معنويا فرق معاكم النهارده هذا المكسب. بص حقيقه والله، وبص عامه انت عارف كل المدربين دايما بيتكلموا على حته الروح دي في كوره، وهي كوره عامه مبنيه على الحته دي، بس ساعات بتبقى غصب عنك، ساعات الظروف ما بتديهالكش. يعني ممكن تلاقي نفسك بتنزل وعايز في روح واقصى حاجه، يروح داخل فيك الجون في اول ثانيه يتحس عليك ضربه جزاء فبيهبطك غصب عنك، ما تبقاش بايديك. لكن انت طبعا بتحاول على قد ما تقدر تطلع كل اللي جواك، انت ما عليك ان انت تعمل اللي عليك والباقي على ربنا. وطبعا كابتن طلعت جه اتكلم على الحته دي ان احنا لازم نزودها شويه ولازم نكون في ظهر بعض، فالحمد لله ربنا وفقنا لده ان شاء الله النهارده. يعني الحمد لله اتكلمنا ان احنا لازم ناخد 3 بونت. انت زي ما انت عارف هو التوفيق كده كده بتاع ربنا، انت ممكن تعمل كل حاجه في الكوره وما يبقاش توفيق ربنا معاك، لكن توقيت الهدف كمان يعني بالظبط. يمكن الحمد لله النهارده ربنا كلل تعبنا ان احنا نستحق ان احنا نكسب. انت لو جيت شفت الماتش احنا طول الوقت احنا اللي راكبين الجيم، فالحمد لله يعني يمكن ربنا كلل تعبنا النهارده. وزي ما قلت لحضرتك ان المكسب بيجي للمجتهد. انت ممكن تبقى اجمد فرقه واحسن فرقه وبتعمل كل حاجه، بس انت ما بتعملش يعني ما بتبذلش اكتر جهد في الملعب. فكان الحمد لله النهارده احنا تعبنا، عشان كده ربنا كفينا بالفوز في وقت صعب جدا على فريق محترم، وان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله ونكمل على نفس المستوى. انا بس حابب الفوز ده عايز اهدي اتنين صحابي واخواتي. اول واحد احمد رفعت، ان شاء الله يعني ربنا يرجعه لنا بالسلامه ويرجع يكسر الملعب تاني باذن الله. وتاني واحد مروان محسن، ان شاء الله يرجع يكسر الدنيا باذن الله ويكون معنا في اقرب وقت.